الراديو 90-90 هواها مصري. يحكى أنه كان هناك رجل حكيم عادل اختاره الناس ليكون هو حاكم البلدة، وفي أول يوم له في الحكم اجتمع الناس، كل يريد أن يروي له مشكلته وشكواه لكي يحلها له. فقال لهم الحكيم الحاكم: انتظروا قليلا. وأحضر صندوقا كبيرا وقال: كل منكم يكتب مشكلته في ورقة ويضعها في هذا الصندوق، ثم ينصرف ويأتي غدا بأمر الله. فظل الناس يوم كامل يكتبون الشكاوى والمشاكل ويضعونها في الصندوق حتى امتلأ لآخره. وفي اليوم التالي بدأ الناس يتوافدون على الحاكم ليروا ماذا فعل في المشاكل، فقال للحراس: أدخلوهم واحدا بعد الآخر. دخل الأول، قال له الحاكم: أعطني ورقتك من الصندوق. فأخذ الرجل يتناول الأوراق يقرأها واحدة تلو الأخرى يبحث عن ورقته، وكان كلما قرأ مشكلة صمت وقال: الحمد لله، إن مصيبتي ليست كمصيبة هذا. وإذا به يخرج ويقول: سيدي، إن مشاكلي هينة الحمد لله، ويغادر. وهكذا دخل كل واحد منهم يقرأ مصائب غيره فتهون عليه مصيبته. فخرج لهم الحاكم وقال: إن الله ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه يحبك، فاصبر فإن فرج الله قريب. أنهم منذ زمن بعيد اجتمع ثلاثة أشقاء بعد وفاة والدهم، وقرروا جميعا ترك البيت والرحيل، حيث أعلن الأخ الأكبر أن طموحه هو أن يصبح أثرى أثرياء البلدة، وأفصح الأخ الأوسط أن النية أن يصبح حكيما ويكون أعلم أهل البلدة. أما الأخ الأصغر فقد عقد العزم على الزواج من إحدى ابنتي ملك البلاد. وغادر كل واحد من الأشقاء في جهة مختلفة بعد أن اتفقوا أن يجتمعوا هنا في نفس المكان بعد 5 سنوات لرؤية هل نجحوا في تحقيق الطموحات أم لا. ومرت 5 سنوات وعاد الأشقاء للاجتماع في نفس المكان والزمان. بعد 5 سنوات ممر، فحضر الأخ الأكبر في موكب فخم وأعلن لأشقائه: لقد حققت حلمي في أن أصبح شديد الثراء وأصبحت ذو مكانة مرموقة في المجتمع. وإذا بالأوسط أتى ومعه العديد من التلاميذ وقال: لقد نجحت في مسعاي وأصبحت حكيما عليما. أما الأصغر فأتى مثل ما مضى، فقال له: ماذا حدث؟ بالنسبة لي فقد رجعت إلى البيت بعد رحيلكم بأيام قليلة، وقلت لنفسي إن أفضل طريقة لكي أناسب الملك هي أن أتباهى بالثراء والحكمة، لذلك قررت أن أبقى في البيت لا أفعل شيء في انتظاركم كي تعودوا وتحققوا حلمي وتنجزوا لي طموحي. وبما أنكم قد عدتم الآن وقد بلغتم أقصى آمالكم، فهيا معي لتخطبوا لي إحدى بنات الملك. نظر الشقيقان كل منهما للآخر وشعر بالأسف، لكنهما وافقا على اصطحابه إلى قصر الملك ليقوما بخطبة إحدى البنات. فلما حظوا بمقابلة الملك طلب منه الأخ الأصغر أن يزوجه إحدى ابنتيه، فقال الملك: وماذا لديك حتى تستحق أن تتزوج بأميرة؟ فرد: لدي شقيقان ليس في الدنيا مثلهما، أحدهما له من المال ما يغطي الأفق، والآخر من الحكمة ما لو وزع على أهل البلاد لكفاهم. فقال الملك: إذن في هذه الحالة فقد قررت إصدار مرسوم ملكي يقضي بزواج الأميرتين من شقيقيك اللذان تتحدث عنهما. وتم زواج الأميرتين إلى الشقيقين اللذين هاجر وجاهد وأتعب أنفسهما واجتهد وحصل على كل الجوائز التي سعى إليها. الزواج من الأميرتين هو المكافأة،
بالرغم أنها لم تكن ضمن الخطة. من تكاسل معتمدا على غيره في تحقيق أمانيه خابت مساعيه. أنت لست متأخرا، أنت في توقيتك المناسب. فتذكر أحدهم تخرج من الجامعة بعمر 22 سنة وانتظر 5 سنوات ليحصل على وظيفة مناسبة، وآخر تخرج بعمر 30 وحصل فورا على وظيفة الأحلام، أحدهم أصبح مدير شركة بعمر 25 وتوفي بعمر 45، وآخر أصبح مديرا لشركة بعمر 50 وتوفي بعمر 90، أحدهم تزوج في العشرينات ولم يرزقه الله بالأطفال حتى بلغ 30، وآخر تزوج في 30 ورزقه الله بالذرية في أول سنة من الزواج. أحد زملائك، أصدقائك، أقاربك أصغر منك سنا قد يخيل إليك أنهم متقدمون عليك، والبعض قد يخيل لك أنهم متأخرون عنك. اعلم أنت لست متقدما على أحد، وفي نفس الوقت لست متأخرا عن أحد. كل يجري في سباقه الخاص وزمانه الخاص، لهم توقيتهم ولك توقيتك، فعش مرتاح البال مطمئن الحال. أنت لست متأخرا ولست مبكرا، أنت في زمنك المناسب والخاص بك، أنت في مدارك، أنت تعمل في توقيتك الذي اختاره لك الله، فاعمل في توقيتك فقط واجتهد فيه قدر الإمكان. لا تشعر بالملل، لا تحزن إن سارت الأحداث ببطء، فأنت لا تدري ما يأتي به الغد من تعويض، فالزمن وسيلة بيد الله يسيره كيف ما يشاء، ويمنحك ما شاء متى حان وقته لك.